في المقطع هذا بوجه نصيحة لكل شخص يبغى يدخل مجال القانون والمحاماة بشكل مميز وبشكل ممتاز. خلوكم معنا بعد الفاصل. حياكم الله وبياكم في قناة المحامي سعد بن منصور العبنك. يسعدنا ويشرفنا تواصلكم معنا واستقبال استشاراتكم وحجز مواعيدكم في المكتب عبر رقم الواتساب الظاهر الآن في الشاشة. كثير من الناس إذا بغى يدخل في مجال القانون أو الشريعة أو القضاء لغاية أنه يكون محامي يظن أنه بمجرد أنه يلتحق بالكلية الفلانية ويتخرج منها ويأخذ شهادة الجامعة فهو الآن صالح أنه يكون محامي، ويظن أن المحاماة مهنة سهلة ومهنة بسيطة وأي واحد يقدر يدخلها، واللي بيدخلها في الغالب بيلقى خير وبيلقى فلوس وما إلى ذلك. أول شيء لابد نعرف أن المحاماة ليست مهنة من لا مهنة له، فمو أي واحد يدخل فيها. المحاماة تحتاج إلى شخص أول شيء صبور وحليم وعنده قدرة على ضغط العمل. يعني ما عندك مشكلة إن عميل يتصل عليك الساعة 2-3 الفجر يعني بيسألك عن الجلسة اللي بكرة، يكون العميل متوتر، ولابد أنت كمحامي إذا رديت عليه إنك تحتويه، مو إنك ترد عليه وتقول له هذا وقت نوم مفروض إنك ما تتصل. أبدا، لابد إنك تحتويه. هذا يعتبر من قبيل القدرة على إدارة ضغط العمل والتواصل الفعال مع العملاء. وأنت إذا إنك خريج شريعة أو قانون أو قضاء وتبغى تدخل في هذا المجال، فهنا أنا بوصيك بعدة وصايا. الوصية الأولى، لابد أنك تخلص النية لله تبارك وتعالى. لا تكون غايتك أنك تدخل هذا المجال هو أنك بس تأخذ فلوس أو أنك تدخل في القضايا وتشوف الوضع كيف. لابد تخلص النية لله تبارك وتعالى. ومن لوازم وواجبات إخلاص النية لله تبارك وتعالى أنك تعاهد نفسك بأنك ما تمشي في ظلم ولا تدافع عن ظالم، وتكون يد قوية وناصر للمظلوم والمغلوب على أمره. هذه أول وصية أوصيك بها. أما الوصية الثانية فهي أنك لابد تتعلم الحلم والصبر، لأنك إذا ما تعلمت هالصفتين هذه دقني ما راح تنجح ولا ممكن حتى ولا في قضية واحدة. لأنك أنت أصلاً إذا جاءتك قضية للمكتب أو أنك بتتولى قضية ستحتاج إلى قوة وشدة علشان تبدع فيها. قبل ذلك توفيق من رب العالمين أكيد، بس ولكن الحلم والصبر أشوف أنها خصلتين ضروريتين في كل محامي. أي محامي ناجح تجد عندها الخصلتين هذه، الحلم والصبر. لابد أنك تتعلم كيف تكون حليم وتتعلم كيف تكون صبور. بعض القضايا تأخذ وقت على بال ما تنتهي، ما ينفع أنك تحاول تنهيها في جلسة ولا جلستين، ما ينفع أنك تقدم كل دفوعك، ما ينفع أنك تقدم كل بياناتك. أحيانا تحتاج بعد الجلسة الأولى الثانية الثالثة أنك تفكر تغير الطريق كله كامل اللي مشيت فيه. فهذا كله يعني لا يكون الحقيقة بسهولة أو بيسر إلا لشخص حليم وصبور. الوصية الثالثة هي أنك لابد يكون عندك شغف في التعلم والمطالعة. أنت شخص ما ودك تقرأ أو تكره القراءة أو ما يهمك صدر نظام معين ما ودك تطلع عليه ولا عندك أي فضول لهذه المسألة، المهنة هذه مي مخصصة لك. لابد تعلم نفسك وترغب نفسك لأنك تصير باختصار ملقوف وودك تقرأ كل شيء وودك تطلع على كل شيء. بإذن الله إذا كان عندك الشغف هذا والشغف هذا ربما الآن ما يكون عندك، بس ولكن مع الوقت بيكون عندك. إذا حبيت المهنة وحبيت عملها وحبيت جوها وحبيت طريقتها وطريقة دراسة القضايا والتفكير فيها، وضع نفسك مكان العميل، وضع نفسك مكان الخصم، ومحاولة أنك تكون بعقلية الخصم وتشوف دفوعه أو تشوف بياناته وشي وتحاول أنك ترد عليها، هذه ترى عمل مو بسيط. رغم من أنه مو بسيط إلا أنه ممتع، ممتع جدا 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 للي يألفه ويحبه ويمارسه أكثر من مرة. الوصية الرابعة وهي وصية لا تقل أهمية عن الوصايا الثلاثة الأول، هي أن يكون عندك عادة يومية في قراءة السوابق القضائية. إذا جت قضية ما عندك أنت سابق تجربة فيها، فأفضل حل أنك تبحث في السوابق القضائية عن قضية مماثلة لها وتشوف رأي القضاء في مثل هذه القضايا، هل يحكم بهذا الأمر أو لا يحكم بهذا الأمر، المستندات اللازم توافرها لأجل أن يحكم القاضي بهذا الأمر تتضح لك بشكل كبير جدا إذا طلعت على سوابق قضائية أكثر فأكثر. الوصية الخامسة وهي الوصية الأخيرة وأختم بها، هي أنك لابد أنك تتابع الناس القانونيين
قانونيين في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ينشرون مقاطع قانونية لنفع المجتمع أو لنفع الزملاء أو ما إلى ذلك، ويا كثر والله يا كثر ما شاء الله تبارك الله، سأل الله أن يزيدهم يبارك لهم. تابعهم في تويتر، تابعهم في اليوتيوب، تابعهم في سناب وفي التيك توك، تابعهم في كل مواقع التواصل الاجتماعي، لا تبخل على نفسك. صدقني كل ما تابعت أكثر كل ما استفدت، خصوصا النوعيين منهم. ترى في ناس ما ينزل محتوى ولا ينزل تغريدة ولا مقطع إلا هو في جزئية خاصة أو في أمر معين، لو تكتب نفس العنوان ما تلقى غيره يتكلم عن الموضوع. هذا من النوع النادر الصراحة. تابع مثل هؤلاء الأشخاص وادعمهم وادعو لهم، ترى والله أنهم يبذلون الغالي والنفيس عشان يظهرون لك بمظهر جيد أو ما إلى ذلك. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش تبون يتكلم عنها في الحلقات القادمة. الله يوفقنا وياكم، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.